وجب أول شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم سنتكلم عن عقود العمل أو نظام تصديق رقمي لعقود العمل بدولة قطر. المناسبة أن هناك نظام جديد، وقد تم تغيير النظام القديم بحيث عند الدخول سيحولك ضيعك على النظام الجديد. إذا كما عهدنا من قبل أن عقود العمل كانت تعتمد على 5 مراحل. أولا الدخول على النظام، عمل عقد العمل برقم تأشيرة ورقم بطاقة. ثانيا بعد إدخال البيانات على وهي المدة، إن كان العقد محدود المدة أو غير محددة المدة عفوا، وكذلك الراتب إلى آخره. بعد هذه المرحلة يتم تحميل العقد، طباعة العقد، توقيعه من الطرفين اللي هما العامل والمشغل. بعد ذلك يتم رفع عقد العمل على السيستم هو نفسه مع المرافقات اللي هي صورة التأشيرة إن وجدت أو البطاقة قيد المنشأة، كذلك الشهادات في حالة بعض المهن أو أغلب المهن. بعد ذلك ننتظر الموافقة من طرف وزارة العمل على العقد، وبعد الموافقة عليه يتم دفع الرسوم الخاصة بهذا العقد. إذا هذه الطريقة الكلاسيكية والمتبعة لعقود العمل. اليوم عند الدخول إلى إدارة العمل والموقع المعروف تبع mol.gov.qa ستجدونه تحت الفيديو إن شاء الله. عندما نختار نظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات لا وهو النظام القديم، ندخل على النظام حتى نرى التغييرات الموجودة عليه. أظن أنه في مشكلة على تمام، حتى لو لاحظت أنه بيكون جد بطيء مؤخرا، وكذلك كما قال الكثير من المندوبين انه كان في مشاكل كثيرة مؤخرا في هذا الموقع. اذا ندخل بالبطاقة كالعادة، بطاقة الشخص المخول بالتوقيع الموجود بقيد المنشأة، نختار الشركة. هنا سأختار بياناتي كمثال. أو إذا هذا الموقع القديم الخاص بعقود العمل. فحاليا لو أخذنا عقد جديد، لاحظ معي أنه سيعطيك رسالة مفادها أنه يرجى التقديم من خلال البوابة الجديدة الخاصة بعقود العمل. تمام، فحاليا هذا الموقع شغال حاليا فقط للعقود المدرجة مسبقا، يعني قبل تغيير النظام. فلهذا حاليا بخصوص النظام الجديد الخاص بالعمل سنذهب مرة ثانية إلى إدارة العمل، موقع إدارة العمل. هنا في العادة يمكن الضغط على أي خدمة من الخدمات، لأنه الكل بيوديك إلى نفس اللينك يعني. تمام، سأختار أي شيء من الخدمات. هنا عند الدخول نختار بوابة أصحاب العمل. تمام، دخول البطاقة الشخص المفوض. نختار الشركة. إذن عند الدخول إلى موقع إدارة العمل حاليا يوجد شيء اسمه خدماتي. عند الضغط على خدماتي تجد كل الخدمات المتعلقة بإدارة العمل، ودائما نجد هنا بالفوق الخدمات الجديدة، أو أحيانا يكون مكتوب هنا جديد مثلا.
فالخدمة حاليا موجودة هي عبارة عن تصديق عقود العمل داخل دولة قطر. هنا يعطيني المعلومات الخاصة بالشركة، يوجد بيانات العامل، المعلومات العقد، نوع العقد، تفاصيل الراتب، من الموقع بالعقد، كذلك اللغة الخاصة بالعقد، وهنا المرافقات الخاصة بالعقد العمل. إذن سنذهب لنأخذ رقم الشخص، سأخذ رقمي الشخصي وتعريف انتهاء البطاقة. والبحث، عند البحث يعطيني هنا البيانات الخاصة بي، فرقم العامل هنا شيء مهم جدا، أنه رقم العامل وجب أن يكون مسجل باسم العمل أي اسم البطاقة الخاصة به. بعدين سنلاحظ بهذا الفيديو كذلك لماذا يجب على رقم الهاتف أن يكون مسجل باسم الشخص. البريد الإلكتروني، سأعمل البريد الإلكتروني الخاص بي، عفوا والمستوى التعليمي. هنا بالنسبة للمستوى التعليمي هو شيء مهم حاليا، قبل مثلا لو حتى مهندس بتسوي المستوى التعليمي بدون مؤهل بيمشي الحال على العقد، حاليا لا، فلو عنده مهنة مصنفة فيجب على المستوى التعليمي أن يكون كذلك. وبالخصوص أؤكد بالنسبة للمهن التي لا تحتاج شواهد، حسب تجربتي فمثلا مشرف حاليا بالسيستم الجديد يجب وضع على الأقل ابتدائي إعدادي، شيء لا يحتاج مؤهل. إذا بعد ذلك هنا تلاحظون المهنة مشرف عام، مشرف عام تحتاج شهادة دراسية عليا أو شهادة دراسية، فهنا نختار التاريخ، ألا وهو ممكن تاريخ اليوم أو من قبل، تاريخ مباشرة العمل بداية، لأنه أحيانا نعمل عقد بتاريخ اليوم، لكن الشخص الذي نعمل له عقد يشتغل معنا منذ سنة مثلا. لو لاحظت هنا راح تلاقي انه عطيني 2/6/2019، وهنا مدة العقد، فمدة العقد سنة، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات او غير محددة. الملاحظ هون انه قبل كان في من سنة لغاية 5 سنوات وغير محددة، فحاليا اصبح سنتين او سنة، سنتين، 3 أو 4 كحد أقصى، وهو العقد الذي يعتبر محدد المدة أو غير محدد المدة، أي أنه عقد مفتوح. لو في فترة اختبار كذلك يتم وضع فترة الاختبار القانونية التي لا تتجاوز 6 شهور. وهنا راتب، راتب يجب أن يكون أكثر من أو يعادل 1000 كحد أدنى. بدل السكن، في حالة الشركة لديها بدل سكن نعمل توفر بدل السكن، كذلك بدل النقل نفسي، وكذلك بدل الطعام. فبدل السكن حسب القانون عمل أقل شيء 500 ريال، بدل التنقل مفتوحة، وبدل الطعام أقل شيء 300 ريال كحد أدنى يعني. إذن وهناك هذه الخانة الخاصة بالملحقات التي تعتبر جديدة، ألا وهي ملحق شرط عدم المنافسة. إذا فالجديد هنا هو الملحقات، وهما ملحق شرط عدم المنافسة وملحق عدم إفشاء السرية. فلو لاحظنا هون الملحق شرط عدم المنافسة لو اختاريناه يعني لا يحق للعامل منافسة
صاحب العمل الحالي بعد مرور عام من تاريخ انتهاء العمل، أي أن مثلا عندي كوفي شوب، باريستا لا يحق له الشغال باريستا في كوفي شوب إلا بعد مرور سنة، وهذا مهم. بطبيعة الحال عدم إفشاء السرية اللي هي معروفة يعني. بعد ذلك المفوض بالتوقيع، الشخص المفوض لو فيه أكثر من واحد بيديني لغة طباعة العقد، نعمل عربي أو إنجليزي على حسب الشخص اللغة الخاصة به، أو عربية. فهنا نلاحظ لو المؤهل العلمي مثلا عندنا مشرف عام، يجب تحميل المؤهل العلمي ويجب أن يكون مصدق نسخة من العقد موقعة تحميل وشهادة مزاولة المهنة بالنسبة للأشخاص كالمهندسين بطن جديد لسه، وهون الهاتف الخاص بالمنشأة بعد الانتهاء من هذا. وهنا الملاحظة الخاصة بي أنه لو سوينا تقديم، لو عملنا تقديم الطلب، سيقول أنه يجب على الأقل تحميل نسخة من عقد العمل. المشكل الذي لاحظته حاليا أنه عند معاينة وطباعة عقد العمل هنا كما لاحظتم، فيوجد reference number خاص بالعقد، ويجب طباعته والتوقيع على العقد في نفس اللحظة وتحميله. في من غير هذه الحالة ليس كالسيستم القديم، يعني بتلاقي العقد موجود وتضيف له البيانات، ف لا يوجد هذه الإمكانية بالنسبة للنظام الجديد. أي يجب تحميل العقد في نفس اللحظة والتوقيع عليه وتحميله على البرنامج، على عفوا على السيستم الخاص بالوزارة. تمام. إذن هذه المرحلة الأولى من عقد العمل.